دي كتي بين رجل يسوق عوالا تلا توقت يقدا بياوك يسوق رجل يسوق شون بينا إذا فدا كده ولا جملة جملة اسمية معنى مجازاتي شي دقالها تبي جوابي شي هبلت شون ليه فإن تزردني يعني فجأة النفر يقمن قاش اللي هذا خريب أو هاي كربوش أو أبو أو حاضر بزر كتي فتظهر الكرامة على طريق نقل العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة باشا واندفاع والطيران في الهواء وكلام الجماد والعجماء وغير ذلك من الأشياء وغير ذلك من الأشياء هذه سيدي يعني أوى اللي قالوا يعني أوى عبارة كيتو لمن أوى شتداء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء أو غير ذلك من الأشياء وانيتو من أوى شتداء قالها غير ديوانة التي مثل رؤية عمر رضي الله عنه وكنت شاو في كوتني حضرة عمر رضي خداي لبي كحال واب وهو على المنبر بالمدينة كيفش قراري قرفو لسر منبر كيخو إلى شاري المدينة دا دا شيدي أو مطلود رؤيتي جيشه بنهاوان دا مطلود كيتي دا لنشكر كيخو إدي لنهاوان دي حتى بحالة شوادتي أنه قال لأمير جيشه كتي لبو فرمان دي لشكر كيخو فرمي يا سارية الجبل الجبل دا أوشك كت تحذيرا له من وراء الجبل بوي وايك لبر أجل ترساندني حضرة عمر له لبو ساريي لفشتي دا لشوية ترسان لفشتي شاخي ترسان بو تشي ترسان لمكر العدو هناك لبروي حقي كربو دشمن لبي يعني لبي تقريبا كميني كربو كتي وكو مثل رؤية عمر وسماع سارية كلامه وكو دي وسماع سارية كلامه او حد مصر رؤيتي وكو بسن ساريش اي كلام حضرة عمر مع بعد المسافة تقلوا ايكا مسافة ايش يكزاز وتغبو مانيا اواش تشي عديمة دي خلاصة دواء تاريخ شانقر او موضوع الدروس واقعيتك او مقاعتها وامثال هذا امثال كرامته أكثر من أن يعني أمثال أوانا زرت لويك أن تقصى خربك لنا وبيحد عساب زور وكشرب خالد رضي الله عنه الصماء يا وكو خوارنوي حزتي خالد الصماء من غير تلرر به أبي وهي الزرري في أبقى ولا يعني خيمي رستمي فرق ذات أي شون فرستمش إيراني بو كالجهر عن بوهنا أوش بتكبر ديني خارجي واه يعني بنيتي ويك أو دينة أو اندق قوليا قطع النار أو ذرر الجمجي يعني هذي شون موضوعي حيتشي لنا من غير تلرغين به شون يا وكجريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه وكو مثلا جاربوني شون من النيل بدفتر حضرة عمر ونموده يعني كعرش نصي ناميش نصي وصو منيلي اگر اتو بأمر خداي همو صعر دا موقعي خوي دا يعني هل دا تيو او خلقه اتفادة لذكاة وزري زيو زراعاتت في او زري او حتى دنا لذي خوة خرماش بوا يعني دنا شون او وقت قانون لابو همو صعر كتش يهد يعني كتش عبر عزان دو دعمت يعني نعمل اي شون كار خنافان بالكرت حزنتي عمي كريعات كتايبة وفرهن غلطي كود ماشي بحضرة عمر موسيقى ما تكبير تير سبكي أمثالي أواني يجهر زور سرن لويك خربك لنوا شتي زور عجيب وغريب هي حالي من رمشي حموش موثق معتزلي كمنشد كرامتي أنا خل معتزلي دلان كرامت نيا دلان شون أجر هبي تشبهي بمعجزي لغا معجزي سبقي نابل لبروي نابل هبي دلو لما استدل المعتزلة وقت يجي استدلال عندك المعتزلة كصفة أنواع
المنكرون منشرا لبو كرامة أوليائيان استدلال عند كربتي بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات طلا أجر عقلا جائز بظاهر بوني أو شتانيك خارق العادنا يعني عادة يد درينا ظاهر جبي من الأولياء لترد الثاني خداي لاشتبهت بالمعجزة أولا ومعجزة دسنا وقتي أجر ومعجزة تون فلم يتميز النبي من غير النبي وقت النبي لغير النبي لا نعبتوا ما هو ساجة فرمي بابا أما دا فيرجع كتونا هاتشي كشي نبوة ادعاء ولايتي لقلع أشار إلى الجواب بقوله مصنف إشاريك ولا إجابك بقول خويك دا فرمي جل بخلة إجابك أويا اشتباه وقت يكدبك كوليك ادعاء رسالتك بخوي وجمحالة نجسون أو إنسانش متدينة مقرب الرسالة في غمالكي صلى الله عليه وسلم واختك أو ادعائنك فقط اشتباهنا به لحاربوي شنو دبت دبت كرامة بوي دبت معجزة في غمالكي خوي يعني ديار الزهوري أمرش خارق العبد لصدقت وليك لأولياء خداي أو علامتي حقبوني في غمالكي شنو هذه إذا عشق الدار والتعفير ومانيه هذا غلط أشتبه نبي جاء جوابك أولياء دلو ويكون ذلك أي ظهور خوارق العادات من الولي ظاهرون خارق العادات من الأولياء يا أي الولي الذي هو من أحد الأمة يا ظاهرون خارق العادات لولي أو كفردك الأفراد أمتك ظهور أو خوارق العادات دبيتا معجزة للرسول أصلا دبيتا معجزة لبو أو بيغمبري أو تو كظهر هذه الكرامة تظاهر أو كرامة لبو دانية للأمة بيغمبري بوشي ولا بتمعجزة بوي لأنه شأن حالوايا يظهر بها ظاهر بتلك الكرامة ووصيل أو كرامة ظاهر بأنه ولي كاوا ولي وليك الأولياء الله تخو قانون جوايا ولن يكون وليا كابرا نابت ولي إلا وأن يكون محقا دبي أي مصدقا للحق تصديق حقك دين داريك خويدا حالبوي يعني دين داري دا حق قبول بي ديانتي يوش عبارة لبي إقرار بضمان تصديق بقلب برسالتي في غنبركي صلى الله عليه وسلم لعين حال دا تاعتي كامل بشيها بينا في غنبركي دسدا في أوامره ونواهيه حتى بحالة شواذ بمتيع به لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا أجل ادعى استقلال السرب خوي بكالب وخوي وادعى وكا كمن تابعه هيزك كظيمة خونا متولي ولم يظهر ذلك على يده أول شيء لصدر في أشكرا نابي لحالبوي يعني بكردي أو إنسان وقت يقدر يتولي كدديانا كد يعني الدين دارك يخوي دا واقعا مصدر بيالي قلبا باوري نبيل حالي نفكي من خلصي أو جوابي أو يكاكا جل بأن الأمر الخارق للعادة أو أمريكا خارقة عاد يعني عادة يتدريني فهو يعني أعوى بالنسبة ولا في غنبري ترسم دبيت معجزة أجل نسبة بدين ولا في غنبري دبيت معجزة لحالي نفكي من جا سواء ظهر ذلك من قبله أو من قبل أحد أمته كيف خويتي لترق خوي زاهد به يا لترق يكن لا أمتك كي زاهد به شنو هذا بيتها معجزة دي شنو هذا دليل بحقية ديني في غنبري صلى الله عليه وسلم وادي أما بالنسبة ولا وليكي لبيت كرامة بو لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله شن خالية أو ظهور أو خارق العادي خالية لإدعاء نبوة أو كسي كظاهر أو خارق العادة كلا طرفه ولي حالي ببدا يعني أعوامو ينابة معجزة إدعاء لقونيا إدعاء الرسالة لقونيا إدعاء نبوة لقونيا ودعيني حال دا خلئ أو كرامتي بل اسم الله فيغنبري لقونيا معجزة شن فيغنبري خداي ادعاء تقريبا او انا همد ابن الدليل لسر حقانيتي رسالة حضر رسول صلى الله عليه وسلم فس فالنبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لابد من علمه دبي حتما علمي هبه بوكب وخوي نبيه ايوي قانون ايوايا حالبوي ولي لازمناك افضاني وليا او دار ومن قطه اظهار خوارق العادات
لا بد من قصده لازم دول دبي النبي همش قصدك إظهار خوارق العبدان لحالبوي ومن حكمه قطعا بموجب المعجزات ولازم لوك حكم بك بقطعي بوشتك معجزات كان تقاضي لك يعني معجزات كان إثباتي تدك دبي أيش عمل دبيك قانوني الواية أما بخلاف ولي حضرتك من ولي نابانك وليا ذاري واقف إظهار ماك أو ذاري يقيني نيا بموجب كرامتك لي أجا كرامتك إلى تردستي أي عني أشكرابو يقيني بوي فيدا نابي مثلا كأوشتحق سلو كرامتك إلى تردستي ذاري الواء ما يكن ملاتي وليا لحالي بوي أصلا ذاري وقال لخوي بترسير لخوي بترسير دماش حاله استدرادي أصلا بري هاو بيه هدي وأفضل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق جورت لي بشرا لدواي بيغنبري ما أبو بكر الصديق ما مصادة فرمية ندل عواي كل عبارتا والأحسن جوالت له كل أن يقال بعد الأنبياء لقد قلت لي جورت لي بشرا لدواي بيغنبري إلا هذا في المكان دورتا أما دلوه مدوان نسي أحسن يعني الرجاي تزويجي شهية لكنه بلع مقصودي البعضية الزمانية منظور بعضية الزمانية لدواي بيغنبري ما لدواي بيغنبري ما دخول لدواي بيغنبري ما نبيدي نبيدي كمينة كالتالة لمكان دلال لدواي بيغنبري لها مكرز جودة دخول نعلم في الفرمين في جودة دخول وليس بعد نبينا نبي خول لدواي بيغنبري ما هي النبي الدنيا أقول لازم لا تفضيل خلفاء يعني خلفاء أنا بس هي النبي الدنيا أذار ومع ذلك دقوا ويتدبين جلب دقوا ويتأو توزيها هي منزول له بعض يغي بعض الزنبرام لابد دبي تخصيصي بكري حضرت العيساش بلان لذلك يا غنبري بذل حضرت العيساش لهم كان قولت رسولنا من يجب جعل المخارين بو وشي دبي وتخصيص بكري إذ لو أريد كل بشرين يوزد بعد نبينا شو لقى مقصود أو بير قول رسولنا لهاد بشرين شكا لذلك يا غنبري مدى بير انتقل بعيسى عليه السلام بحضرت عيسى يهضو شفوه شنو يسأل أولو العظمى أو دار ولو أريد أجا منزور الأواب النخير كل بشر يولد بعده هر بشر لدى البيغمبري متولد بلا وانقورته أو وقتي دي لم يفيد التفضيل على الصحابة وفيد التفضيل على الصحابة نيا حالي لفكي من كل بشر يشي كمتولد بلا دا البيغمبري لو أنا همودة في البيغمبري متولد بني هذا يوم البيغمبري متولد حالي بي تفاري وانا شلي بي حالي بي أو ذلك ولو أريده أو ذلك ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض أجل منزول لو عبارتش أو به هر فردك كالفروي أرزي الآن هي لها من قولت له وقتين لم يفيد التابعين يعني تفضيل على التابعين ومن بعدهم في الخوان وقتين ونيا ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في الأقبلين تاو كل بشر يجي كموجود دبل تروي أرضي في الجملة دا سأل عنها مثل دواء أو وقتي انتقل بعيسى عليه السلام ولا تذهل سورة شيدة أو عبارة طبرة الجوانية صحيح إذ لابد من تخصيص عيسى عليه السلام أي شون لأن أجر أو نكري أجر بلاي هاد بشر كدواء أو وقتي يعني أو نابد أو دار وشتا شيدي كان ولو أريده أوش عبارة دي كانت دلقى أو معنى أنا شيء إلى ذلك دوباره هذا الرجل نابل فقد أمد بيكشف كي كل بشر يوجد على وجه الأرض في الجملة يبقى إنه حدث إذا تخفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق شيء الذي أوجه تسمية الصديق الذي صدق النبي تصديق في غنبري كذب نبوة من غير تلعصم وبيتأخر حالبوي يقدفع وفي المعراج وبيت تردد الشك ده بيجا تخبوي بيعني يعني فيه الصديق ثم عمر الفاروق رضي الله عنه الذي أو عمر الفاروق شيء الذي فرق بين الحق والباطل في القلايا ده مسائلان ده والخصومات ده جرب شيخ الشيدة ده حالبوي ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه أو بو في دلان ذو النورين لأن النبي عليه السلام زوجه رقية رقية كتير معركة ولما ماتت الرقية زوجه أم كلثوم ولما ماتت وقتك أبيش فوتك
قال النبي في غمره لو كان عندي ثالثة لزوجتكها فكتشي سوامي شمهبا لما ردك الهليوي ثم علي المرتلع لا يا حضرتي علي رضي خداي اليمين مرتلع التي من يدري علي كواها وبجر دراوة مرتلعية من عباد الله لعبد كان خداي وخلة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وي نعم هل بجر دراوة لأصحاب مخلصة كان يكغبر يبقى عنه مرتلع يعني زور كاوش مخلص على هذا وجدنا الثلاث لسر أو برنامج أما الثلاثة كان وجد كوتنا كاو دور كان أو عكتوا أكثر أهل السنة من ذلك أويها سلام أكثر أهل السنة لأن بعض كان التقليلي حضرة علي أنا مثلا حضرة عثمان لها بعض الشيء كان التوقف عن كردوسي أن نكتوا باشا بلا ما مستهدف أنه والظاهر أوي ظاهر روشن أويها فلا صعد دلع دلع أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك أجر سلم لبوه أن بعد دليل لسر أو ترتيباتي لما حكموا من ذلك قطع الحكم عن بوية بس يسوزون ولو يدعونها هو كما لم يكن كان خرجي وتشهيش تبرد وأما نحن أما إيما فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة أما دليل هذو طرف كان ومتعارض وجدت وتو أباني تفضيل حدثي علي جزاز عثمان حالبيا ولم نجد هذه المسألة أو داشتشي دي كش أما وجير النكوت أو مسألة لو مسألة عني كي يتعلق به شيء من الأعمال كبلي تعلق ضبطي بوان شيء الأعمال إذا عملك متعلق بينني حالبيا كمن يا أو يكون التوقف فيه مخلا بشيء من الواجبات يا بلي أي التوقف دير دا مخل دير بشيء الواجبات حالبيا هيدي إشكالين يتعين توقف في أسلام بلا وكأن السلف أمن واضح دم السلف كانوا متوقفين أثناء اتلاعي عن هبوة تفضيل حضرة عثمان على علي رضي الله عنه بو حيث جعلوا سنجراويا من علامات سنة والزماعة العظمة علامات أليس الزماعات كتيانا لأن تجروا تفضيل الشيخين ومحبة الختنين تفضيل الشيخين كان ومحبة دوزارا كان خالدوي ختنين كحضرتي عثمان علينا ختن با ضوائل من بسهري لما نسهريني بلعم والإنصاف أوش تشيدي كيه كمقيدة طلع إنصاف أوي أنه إن أريد بالأفضلية أجل منظور بأفضلية كثرة الصواب صواب زور بي فللتوقف زيهته وتوقف زيهته هزك الظلم حالين بوه شون كثرة الصواب قرب درجة اشتيكا نظام لما قال خدا ورسولي خدا بيامان أو وإن أريد كثرة ما يعده ذو العقول من الفلايل أجر منزور يعني زوري أوشتانية كإنسانان عقل بصفات بردستان نظام فلا توقف تدانية يعني تقريبا ميل شارحي ولا تقليل حضرة علي أو فلايلي بظاهر زور تدخل شبه تأثير